يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما قبل، فتنبيه فهذا تنبيه لبعض إخواننا، إن كثير منكم يعني حين أجلس كل واحد يبحث عن مكان يسند إليه ظهره، وهذا على المدى الطويل خطأ، لأنه لا يعول ظهرك على القوة وعلى المتانة. من الممكن أن تفعله بين الفينة والفينة، لكن كل مرة تجلس تسند ظهرك إلى الحائط هذا خطأ، هيكون ظهرك ضعيفا. يعني لا يعني الظهر حتى يكون قويا لابد أن تعوده، كما الشيخ عبد الله جالس كده، شوف جالس أمامه إزاي، هو هي الجلسة، هذه الجلسة هي الجلسة الصحيحة، أنك تسند ظهرك، رأسك مرفوعة وظهرك مفرود. لو واحد منكم وضعوه على الخيل بالجلسة اللي انتوا جالسينها دي، الخيل هيشتكي منه، هينزلوه مباشرة، لأن لا يمكن الخيل يطلع بيك للحصان، الفرس لا يمكن يصرف بيك وانت عامل كده. لازم تكون جالس عليه، جالس ظهرك مفرودا منضبطا، لأنه بيحس بيك جدا. إذا لم تكن أهلا له فهو هيلقيك من على ظهره وينصرف. يعني فمهم جدا ان انت تجلس دايما بين الفينة والفينة، تجلس كده ظهرك منفردا، وهذا شيء مهم، لان انت بعد قليل من الوقت هيبقى عندك هنا في عندك هنا قنطره بين رقبتك وبين ظهرك، ومع السنين هتجد القنطره تزيد، تبقى انت ماشي وراسك في الارض، كما ارى كثير من الاخوه يمشي ظهره وجهه في الارض، لانه يعني صار عنده هنا مثل القنطره هنا. لماذا؟ من الجلسات الخطأ، من المشي الخطأ، من العادات الخاطئة. حتى في جلسة المكتب تجلس وظهرك مفروض هكذا، فمش كل مرة انك تجلس سند ظهرك، عضلات ظهرك ضعيفة بسبب انك كل مرة تسندها الى الحائط. لا، عاوز ظهرك انك تجلس وانت تقيم نفسك بظهرك، وهذا يجعلك انك دايما محتاج الى ان تمارس نوعا من التمارين الرياضيه، وهذا شيء مهم جدا، لانك انت مش لن تشعر بهذا الامر الا لما يعني يتقدم بك العمر، يتقدم بك السن، هتحس بهذا الكلام الذي يقول لك. فهذه نصيحه مهمه جدا لك، دايما تعود نفسك على الجلسات الصحيحه، تقوي نفسك، تقوي ظهرك، وعندك نيه صالحه انك تتقوى على العباده. لان انت لو وقفت 5 دقائق، ظهري وجعني، الامام طول والامام ما ليه؟ لان انت اصلا يعني لم تاخذ باسباب القوه التي امر الله جل وعلا بها. لكن لو كنت تعود نفسك على التمارين وعلى نحو ذلك، تقف في الصلاه بفضل الله جل وعلا، حتى لو وقف ساعه، اكثر من ساعه، اكثر من كده، كما الرسول صلى الله عليه وسلم افتتح البقره فقراها. افتتح البقرة فقرأها. الواحد منكم لو تخيل هذا الموضوع، يعني ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قام عليه الصلاة فكان قيامه نحو من رجوعه، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه. الكلام ده كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا كده، يعني تقريبا يعني 5 أجزاء منيف وربعان، معناه النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصلي قريب من 5 أو 6 ساعات بالوقت اللي احنا فيه، لأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدا، وكان يقف عند رؤوس الآيات صلوات الله وسلامه عليه، يعني يقرأ آية مع آية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات صلوات الله وسلامه عليه. فمعنى هذا أنه يقرأ في ركعة واحدة كل هذه الأجزاء في ركعة واحدة، هو قائم عليه الصلاة والسلام، بمعنى كده أنه صلوات الله وسلامه عليه يعني أكمل البشر صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالمناسبة، هل فعل هذا أحد منكم ولو مرة في العمر؟
يعني هذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي يصلي صلى الله عليه وسلم. لكن انت مثلا تفعله ولو مرة انك ايه تقول الله ان شاء الله باذن الله انا ان شاء الله، وتقعد بقى تقوي في نفسك والعزيمة وتدعو الله جل وعلا، مش تيجي بعد 50 آية والله قدر الله ما شاء فعل المرة القادمة ان شاء الله. لا يعني دائما يعني لا تسمع حديثا عن النبي صلى الله وسلم عليه الا ويكون عندك شغف انك تعمل به ولو مرة. امام احمد رحمه الله تعالى احتجم فاعطى الحجام دينارا لان النبي صلى الله وسلامه عليه احتجم فاعطى الحجام دينارا. ولذلك ثبت عنه ان استطعت الا تحك راسك الا باسر او تحك جلدك الا باسر فافعل. انك دائما تكون حريصا على الحديث وحريصا على الاثار. فمن اثار النبي صلى الله وسلامه عليه فروسيته عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه السلام كان فارسا. احنا نتكلم الان على موضوع يعني له وثيق الصله. لما سمع الناس صوت فزع الناس، خرج الناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قافلا. هم بيخرجوا كان النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري لابي طلحه. عري يعني فرس ليس عليه سرج. طبعا الكلام ده انت ما تفهموش، لأن يكون أن يركب فرس ليس عليه سرج معناه فروسية، يعني فروسية يعني، لأن السرج أو السرج بيضبطك بعد الشيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقفز على الفرس، والناس هي خرجت الآن وفرجوا النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري لأبي طلحة، ويقول لن ترعوا لقد وجدناه بحرا. يعني إذا الفرس انطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم انطلاقة يعني لا تكاد تراه، قال لقد وجدناه بحرا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إمام النسائي رحمه الله تعالى صاحب السنن الحديث كان فارسا ومقاتلا، لا يشق له غبار. يعني كان حاذقا، كان ثقفا لاقفا. يعني معرفته بفنون القتال تماثل معرفته بالحديث رحمه الله تعالى. إذا مهم جدا أن يكون عندك تكامل ما استطعت. وهذا كله شوف سبحان الله، ما من أحد عنده شيء من الخير ويذكر، ما من عالم من العلماء يذكر بخلة من بخلة بخلة من الخير، يعني بصفة من الخير، الا وتجد النبي او يحمد على صفه من الخير. يعني مثلا انت لو قلت شيخ فلان او فلان ده يا شاء الله يصلي، يا سلام، فلان يصوم ويقوم الليل، او فلان يصوم النهار، تجد كل واحد ما اخذ شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم واحدا فحمد بها. فلذلك عليه الصلاه والسلام هو حامل لواء الحمد يوم القيامه، لانه سبحان الله ما من واحد يحمد على خله وعلى صفه من الصفات الا هو اخذها من النبي عليه الصلاه والسلام. فتقول فلان ما شاء الله عليه يصوم، فلان يا طالب، فلان كذا وفلان، وكل اخذ صفه من النبي صلى الله عليه وسلم حمد بها. فجاء الواء الحمد معقودا للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستعينوا بالله، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اما بعد، فهذه المحاضره العاشره من محاضرات هذا الكتاب الطيب المبارك. الله يسأل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يعلمنا وإياكم ما لم نعلم، وأن ينفعنا بما علمنا. والمحاضرة بعنوان مشروعية القتال في الإسلام. والآيات التي وقف عليها المؤلف رحمه الله تعالى هي قول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص،
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. فلذلك عنون المؤلف رحمه يعني عنون المؤلف رحمه الله هذه المحاضرة بقول مشروعية القتال في الإسلام. والقتال في الإسلام له منزلة عظيمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى شيء في الإسلام. ولماذا كان القتال أو الجهاد بهذه المثابة؟ كان بهذه المثابة لما يترتب عليه من الحكم ومن المقاصد. ومن أعظم مقاصد القتال في الإسلام هو إعلاء كلمة الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين لله. نعم، فهذه من أعظم مقاصد القتال. ولذلك ويكون الدين لله، أي أن يكون دين الله عز وجل عاليا على جميع الأديان، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يتحاكم إلى كتاب الله عز وجل، وأن تعظم حرمات الله عز وجل. فلذلك كان القتال بهذه المثابة العظيمة. ومثل المجاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل، وهذا يبين لك فضل الجهاد في سبيل الله كما ثبت في صحيح، جاءه رجل وقال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: ومن يستطيع ذلك؟ هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تأتي مسجدك فتقوم فلا تفطر، وتصوم فلا تفطر؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، إن فرس المجاهد ليستن له في طوله فيكتب له به حسنات. ليستن له في طوله، استنان الفرس معناه أن يطوف شوطا أو شوطين، والطول هو الحبل الذي يربط به الفرس. فحين يستن الفرس شوطا أو شوطين هكذا يمرح، يعني مرة أو مرتين، يكتب له به حسنات. بل ثبت في الصحيح بأن الخيل التي تعد للرباط في سبيل الله علفها ورواسها وأبوالها وشربها كلها يكتب له به حسنات. ولذلك كان القتال بهذه المسامة. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، عدها الله للمجاهدين في سبيل الله. يعني هذا، لذلك كان الجهاد بهذه والقتال بهذه المثابة. ذروة سنام الإسلام يعني أعلى شيء في الإسلام. الحكمة منه للقتال في سبيل الله مقاصد وحكم أرادها الله جل وعلا. من هذه المقاصد إعلاء كلمة الله وإعلاء دين الله على سائر الأديان، كما علم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. من مقاصد الجهاد كذلك تحرير الناس من عبادة الأوثان، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. لذا يعني قال الله جل وعلا أيضا، يعني كما في هذه الآية: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: الرجل يقاتل شجاعة، حديث في الصحيحين، الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من مقاصد الجهاد حماية المستضعفين من المؤمنين، والذين لا يستطيعون دفع أذى الكفار عنهم، كما قال جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا.
من الحكم أيضا إذلال الكفار وكسر شوكتهم. لذا قال جل وعلا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم من مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. ذكر الله في هذه الآية ستا من الحكم للقتال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هذه الأولى، ويخزهم وينصركم عليهم، ثالثا، ويشفي صدور قوم مؤمنين من هؤلاء الذين عزموا المؤمنين وفتنوهم عن دينهم، ويذهب غيظ قلوبهم، وهذه الخامسة. طب السادسة: ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. عليم بمن؟ من هو أهل للتوبة فيتوب الله عليهم من الكفار. إذن قتال الكفار في مصلحة للكافر نفسه، لأنه متى رأى صاحب العقيدة ثابتا على عقيدته تلألأ أمور العقيدة في عينيه، فحسه ذلك حسا على الدخول في هذا الدين. ويتوب الله على من يشاء، وكم تاب الله عز وجل على كثير من الكفار بعد أن قاتلهم المسلمون. أهل بخارى بلدة الإمام البخاري رحمه الله تعالى كانوا أهل قتال وأهل شوكة، كانوا يقاتلون قتالا لا، حين أدخل الله عز وجل عليهم الإسلام لم يكن مثلهم في الزود عن حياض الإسلام. إذن هذه من بعض الحكم التي قصدها الله عز وجل في الإسلام. ولذلك جاء شرع الله عز وجل الشريعة العظيمة التي نزل بها الوحي من السماء يشرع الجهاد، وأن الله جل وعلا أوجبه على الأمة. وهذه المسألة الثانية، وهي مسألة ما هو حكم الجهاد في سبيل الله أو القتال في سبيل الله. القتال في سبيل الله في أصح أقوال أهل العلم فرض على الكفاية وليس فرض عين، لكنه يتعين في مواضع وستأتي. أما كون الجهاد فرضا على الكفاية أي أن الله جل وعلا أوجبه على من تحصل على مجموع الأمة، فإن خرج من تحصل بهم الكفاية صار في حق الآخرين مندوبا ومستحبا. الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هنا الشاهد من الآية بأن الله جل وعلا يقول وفضل الله المجاهدين، لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر، يبقى الكلام هنا على غير أصحاب العذاب، فأصحاب العذاب ليسوا داخلين هنا، لأن الآية حين نزلت بغير أول ما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فالشكى أبي رضي الله تعالى عنه وغيره شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا حيلة لهم، فنزل قول الله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموال أنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموال أنفسهم على قاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى دل على أن قاعد ليس آثما، لأنه لو كان آثما لم يكن له الحسنى، فلو كان فرض عين لكان واجب على الجميع. يبقى فقوله تعالى: وكل وعد الله الحسنى دل على أنه فرض على الكفاية وليس فرض عين. كذلك قول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبينا معنى الآية، لأن الآية هنا فيها قد يكون فيها خفاء على بعض الناس. فالنفير في غالب إطلاق النفير في كتاب الله أو إطلاق النفير في كتاب الله يكون على الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقه الطائفة الأخرى ولينذروا قومهم الذين رجعوا إلى من الجهاد إذا رجعوا إليهم، أي من الجهاد. فدل على أن هناك طائفة تخرج وطائفة تتفقه في الدين، وهذا يدل على أنه ليس فرضا
ليس فرض عين ولا لواجب على الجميع الخروج. وهذا هو الصحيح في حكم القتال في الإسلام، لأنه فرض على الكفاية، لكنه يتعين في مواضع. من هذه المواضع من إذا داهم العدو بلدة من بلاد المسلمين، وجب على أهل هذه البلدة ومن حولها حتى تحصل الكفاية، وجب على الجميع الخروج، وجب على كل قادر أن يدفع عن بلدان المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. الحالة الثانية التي يتعين فيها الجهاد إذا التقى الزحفان، فإذا التقى الزحفان حرم على من حضر القتال هنا أن يفهم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فدل هذا على أن الفرار من الزحف كبير، وثبت في الصحيح في حديث أبو هريرة في الصحيحين: نعم اجتنبوا في الصحيح اجتنبوا السبعة الموبقات، وذكر منها الفرار من يوم الزحف. الحالة الثانية التي يتعين فيها القتال إذا عين القتال قوما وأمرهم بالنفير، إذا عين الإمام قوما وأمرهم بالنفير فحينئذ تعين في حقهم القتال، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. لو لم يكن الجهاد متعينا في عقل لما توعدهم الله عز وجل. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله وسلم عليه قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إذن هذه الحالات التي يتعين فيها القتال في سبيل الله. كذلك من شروط الجهاد، لابد له من شروط الجهاد البلوغ. طبعا الإسلام شرط، نعم، والبلوغ كما ثبت في الصحيح أن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فردني، ثم عرضت عليه يوم الخندق فأجازني. إذن من شروط الجهاد الإسلام طبعا، نعم، لأن القاعدة الإسلام، لأن قاعدة قبول الأعمال عند الله جل وعلا أن هي قاعدة الإيمان بالله واليوم، إلا لا تكون الأعمال مقبولة إلا على قاعدة الإيمان، لقول الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. إذن هذه قاعدة الإيمان، إذن هذه قاعدة قبول الأعمال لابد أن تكون على قاعدة الإيمان بالله عز وجل. ثانيا البلوغ، كما في حديث ابن عمر الثابت بالصحيح: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلوات الله وسلم اليوم أحد فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني عليه الصلاة والسلام. والعقل، لأنه تكليف، والتكاليف يعني لا يخاطب بها، لأن العقل مناط أيضا مناط التكليف، نعم، والقدرة على القتال، نعم، والقدرة على القتال، لأن من لم يكن له قدرة على القتال كان معذورا، لقول الله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، نعم. إذن الذكورة، لأن النساء لا يجب عليهن قتال، ولذلك أن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عليه هل يعني سألته امرأة هل علينا قتال، قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه يعني قطوف موجزة عن يعني فضل الجهاد وعن حكمة الجهاد وعن حكم الجهاد وأنه فرض كفاية وتعين فيه مواضع، وكذلك الشروط التي تجب في الجهاد. أيضا من شروط الجهاد إذا كان فرضا على الكفاية فهو إذن الأبوين، وهذا أمر مهم جدا، إذن الأبوين، لكن هذا يكون في فرض الكفاية وليس في فرض العين.
أما الآيات التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المحاضرة وهي قول الله، وهي هذه الآيات هي آيات مدنية، لأنها آيات من ضمن سورة البقرة التي هي باتفاق أهل العلم أنها سورة مدنية، لأنها تضمنت كثيرا من الأحكام، وهذه الأحكام وجميع الأحكام التي فرضها الله عز وجل إنما فرض بعد الهجرة لبعد أي بعد قيام الدولة، ولا فما معنى القتال يعني قبل يعني في المرحلة، لأنه ليس هناك معنى القتال في المرحلة المكية، لماذا؟ لكونهم كانوا مستضعفين. ولذلك العلماء يقولون إن الجهاد كما هو علمتم، لكن هذا بشرط القدرة على ذلك، فمتى كان للمسلمين القدرة على الجهاد جهدوا وقاتلوا في سبيله، إذا لم يكن لهم قدرة فيصير حالهم مثل حال أهل مكة. نعم، لذلك لا يختلف العلماء بأن الجهاد لم يكن مشروعا في بأن الجهاد بالسيف والسن لم يكن مشروعا في مكة، بل كانوا مأمورين بالكف عن أعدائهم وبالصفح عنهم كما قال جل وعلا: فاصفح عنهم وقل سلام واهجرهم هجرا جميلا. انظر إلى هذه الآيات وقول الله جل وعلا في أواخر ما نزل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذا اختلف المؤمنون: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال بعد الهجرة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إذن علمنا في هذه الآيات هي آيات مدنية، نعم، وشرع القتال في المدينة، وعلى يعني على الصحيح من أقوال أهل العلم أيضا بأن تشريع الجهاد كان تاليا لتشريع الصوم، الصوم كان سابقا للجهاد، وأول المواقع التي جمع الله عز وجل فيها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدي كانت وقعة بدر التي كانت فرقانا فرق الله عز وجل فيه بين الحق وبين الباطل. في هذه الآيات يقول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن هنا جاءت المشروعية للقتال في الإسلام، لأن الله جل وعلا أمر به، والأصل في الأمر بأنه للوجوب، ولا ينزل عن الوجوب إلا بقرائن تنزل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وذكرنا بأن الوجوب هنا هو فرض على الكفاية، وعلمنا مواطن يعني تعيينه. وقاتلوا في سبيل الله، طبعا وقاتلوا المقاتلة معناه وجود طرفين، قاتلوا أعداء الله، قاتلوا من كفر بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع. رواه أحمد ومسلم رحمه الله تعالى من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. وقاتلوا في سبيل الله، ودائما لا يذكر القتال في كتاب الله عز وجل، وهذه من اللطائف الطيبة، لا يذكر القتال إلا يذكر معه في سبيل الله، تنبيه على الغاية العظمى من الغاية التي أرادها الله من القتال، فليس القتال لإصابة المغانم أو السيطرة على أموال الناس أو على أراضي الناس، وإنما هو وقاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أن تكون كلمة الله يعني هي العليا، وأن يكون دين الله عز وجل عاليا على سائر الأديان، فلذلك شرع القتال. طب لما وقاتلوا في سبيل الله، هل معنى هذا أن الناس يجبرون على هذا؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب لا إكراه في الدين، لكن دائما يكون هناك أعداء يحول بين الناس وبين الدعوة، فيكونون حائط صد بين الدعوة وبين الناس، والمعنى ده ذكره الله عز وجل. لو تأملتم سياق سورة الصف كيف افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله تعالى:
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم يأتي في سياق هذه الآيات: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مباشرة بعده: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لأن الإسلام بمثابة النور والضياء، وهناك من يحاول إطفاء المصباح. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، نعم، والله متم نوره. فطالما أن هناك من يحاول إطفاء هذا النور وإطفاء هذا المصباح، يبقى وجب كسر هذا قبل أن ينكسر المصباح. ولذلك جاءت الآية التالية مباشرة تبين ذلك: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ممن لهم قتال معكم. والعلماء هنا في هذه الآية على قولين: منهم من يقول بأن هذه الآية محكمة، بمعنى أننا هنا مأمورون بقتال من كان من شأنه القتال من المقاتلة، أما من لم يكن شأنه القتال فلا يقاتل، كالنساء والصبيان والذرية وأصحاب الصوامع والرهبان. وهذا القول يقول به ابن عباس ومجاهد وطاووس وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. كل ما يقول الآية هنا إيه؟ محكمة. القول الثاني إن الآية هنا منسوخة بقول الله جل وعلا: وقاتل المشركين، منسوخة بقول الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، المشركين جميعا. وهذا قول قتادة رحمه الله تعالى. فيقول هذه نسخت إيه؟ نسخ. فكأنهم حملوا هذه الآية على أن المقصود هنا بالقتال هو قتال فقط من قاتل، أما من كف عنك فليس لك أن تقاتله. ثم جاء بعد ذلك يعني: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وأصح القولين في ذلك هو القول الأول، بأن الآية هنا محكمة وليست منسوخة، وأن المقصود هنا يعني: وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم، الذين من شأنهم أن يقاتلوكم، أما من لم يكن من شأنه القتال كالنساء والذرية والرهبان وأصحاب الصوامع فهؤلاء لا تتعرضوا لكم. وهذا المعنى دل عليه حديث بويدة رضي الله عنه: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا أصحاب الصوامع. والحديث كما علمنا وهو أحمد ومسلم. ومن هنا فهذا هو القول الذي يترجح في ذلك، وهو اختيار الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وقاتلوا في سبيل الله الذين قاتلونكم، أي ممن من شأنه القتال. أما من إذا الآية هنا لم تتعرض للكف عمن لم يقاتل، لا، وإنما الآية المقصود بنا الكف عمن ليس من شأنه القتال كالنساء والصبيان والذرية والرهبان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وعلمنا مقاصد القتال، لماذا نقاتلهم؟ علمنا الحكم التي أرادها الله جل وعلا من كف أذاهم، نعم، ومن يعني رد الأذى عن المسلمين: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، الذين خرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله. ومسألة الإخراج عن الديار دي مسألة عظيمة جدا، وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن هنا مسألة الإخراج عن الديار مسألة كبيرة جدا، ولذلك يعني الشعراء تغنوا يعني بمثل هذه يعني أشعروا في مثل ذلك، نعم: لقتل بحد السيف أهون موقعا على النفس من قتل بحد فراقي. لقتل بحد السيف أهون موقعا على النفس من قتل بحد فراقي. ف
فالإخراج عن الديار بمثابة القتل. نعم. ولذلك مسألة هذه مسألة عظيمة. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقول الله جل وعلا ولا تعتدوا المقصود من الاعتداء هو البغي والظلم. ومن صور هذا الاعتداء قتل النساء في القتال أو قتل الولدان الذين لا شأن لهم بالقتال أو قتل الرهبان أو إتلاف الشجر أو إتلاف ما لا مصلحة في إتلافه. نعم. لأن هذا يعني كله من البغي، والله عز وجل لا يحب البغي يعني أيا كان مصدره. لقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، سواء كان هذا البغي من كافر أو من مسلم، فالله جل وعلا يمقت على ذلك. إذا علمنا هنا لما أمر الله بالقتال نهى عن الاعتداء، وهذا مبين في حديث بريدة رضي الله عنه السابق قاتلوا اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع، وهذه كلها من صور الاعتداء. إذا قال جل وعلا ولا تعتدوا ثم علل الله جل وعلا الحكم إن الله لا يحب المعتدين، وهذه صيغة تحريم، هذه صيغة تحريم. إن الله لا يحب المعتدين. من عجيب ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسيره لهذه الآية الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند حسن من حديث حذيفة رضي الله عنه قال ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا 1 و3 و5 و9 و11 و13 وترك سائره، يعني ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هكذا. فقال عليه الصلاة والسلام إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله عز وجل أهل الضعف عليهم. إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، يعني قاتلهم ناس من الجبابرة وأهل الكبر، فأظهر الله أهل الضعف عليهم مكنهم منهم، فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة. هذا أيضا من صور الاعتداء، أن تمكن عدوك منك أو أن تسلطه عليك. قال فعمدوا، يعني فأظهر الله أهل الضعف عليه. طيب مكنكم الله عز وجل وقواكم عليه، فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم. هم كأنهم نشأوا في الذل والعبودية، فلم يعجبهم أن الله جل وعلا حررهم من الذل والعبودية، فعمدوا إلى عدوهم فسلطوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة. هذا أيضا من صور الاعتداء، أن تمكن منك العدو أو أن تستعمل العدو أو أن تسلطه بعد أن مكنك الله عز وجل منه والعياذ بالله. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث ثقفتموهم ثقف يعني بالشيء إذا ظفر به. إذا هذه المادة لها معان، فمن معنى الثقافة أيضا الحزق بالأمر، يعني الألمعية، فيقال يعني رجل سقف كضخم، يعني له حزق، ثقف الرجل
ثقف الرجل يعني صار ذا ثقافة، يعني ذا حسق بالأمور وإلمام بها، هذا معنى آخر. وثقف وفي لغة أخرى ثقف الرجل، فهو ثقف، ثقف يعني حازق ماهر، ومنه قولهم ثقف لقف، يعني حازق بفنون القتال. فقول الله جل وعلا هنا وقتلوهم حيث ثقفتموهم، نعم، معناها متى ظفرتم بهم فاقتلوهم. نعم، وقتلوهم حيث ثقفتموهم، متى يعني ظفرتم بهم فاقتلوهم، يعني لا تقفكم بهم هوادا. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني كما أخرجوكم من دياركم بغير حق فأخرجوهم، لأنه يعني مجازاة لهم بسوء فعالهم، كما قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. وهنا والفتنة أشد من القتل، الفتنة هنا لها معنيان عند المفسرين. ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من المفسرين يرون بأن الفتنة هنا بمعنى الشرك، أي أن الشرك الذي عليه المشركون والذي يريدون أن يخرجوا إليه المسلمين أعظم من قتلهم، أعظم من القتل، فلذلك وجب قتالهم. والمعنى الثاني للفتنة أن الغالب الأعم في معنى الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان والابتلاء، والمقصود بذلك والفتنة تشد من القتل أن فتنتهم للمسلمين وتعذيبهم للمسلمين أشد جرما من قتلهم، فلذلك وجب أيضا قتالهم دفعا لأذاهم عن المسلمين. هذا المعنى الثاني للفتنة على المعنى العام للفتنة. والمعنيان وإذا احتملت الآية معنيين ويعني ولم يكن لأحدهم مزية عن آخر، يبقى تحمل الآية على المعنيين، لأن تخصيص أحد المعاني يحتاج إلى مخصص الله. والفتنة أشد من القتل، إذا الفتنة هنا الشرك أشد من القتل فوجب قتالهم، أو الفتنة تعذيبهم للمسلمين وإخراجهم عن الدين، وهو القولان بينهما تلازم، وتعذيبهم فتنتهم للمؤمنين أعظم من إيه؟ من قتلهم، فلذلك وجب قتالهم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ونهى الله عز وجل عن القتال عند المسجد الحرام وفي مكة إلا أن يبتدئهم بالقتال، فحينئذ يكون القتال، حينئذ يشرع قتال دفعا لصيالهم، أي دفعا لجورهم وظلمهم. لذا قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. طبعا يعني المسجد الحرام يعني لا يشمل فقط الحرم، يعني في المسجد إنما يشمل الحرم بجميعه، فيشمل مكة كذلك بجميعها، كما قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإنما أسرى من بيت أم هانة رضي الله تعالى عنها. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إذن دلت الآية على أنه لا يشرع القتال في الـ عند المسجد الحرام إلا أن يبتدئ المشركون بالقتال، فيشرع حينئذ القتال دفعا لصيادهم ودفعا لظلمهم وعدوانهم. فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، أي كما شرعنا لكم قتلهم هذا هو جزاؤهم، يعني كذلك جزاء الكافرين، فهذا جزاؤهم هذا بسبب كفرهم واعتدائهم وظلمهم وجورهم. وفي قراءة ثانية متواترة، نعم، هذه القراءة التي قرأ بها الجمهور، وهناك قراءة أخرى متواترة ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم. إذن قراءة بالألف وقراءة بدون ألف، والقراءتان متواترتان. فكأن الآية الثانية، فكأن الأولى فإن قاتلوا يعني ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام تنبيه أنهم في حالة قتالهم للمسلمين بدئهم بالقتال يشرع لكم حتى ولو كان في المسجد الحرام. وتكون آية ثانية عند حدوث القتال ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
أيضا هذه الآية لها قولان لأهل العلم، منهم من يرى بأن هذه الآية منسوخة، وهذا قول قتادة رحمه الله تعالى، ويستدلون على يعني على أنها منسوخة بقول الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حيث وجدتموهم هذا عام، فقالوا هذا ناسخ لإيه؟ ناسخ لقوله تعالى: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، حتى حتى يقاتلوكم فيه. نعم. والقول الثاني وبيقول ابن مجاهد وابن وبيقول ابن عباس ومجاهد وجماعه من المفسرين ايضا ان الايه هنا محكمه وليست منسوخه، ان الايه هنا محكمه وليست منسوخه، وانه لا يشرع القتال في المسجد الحرام الا اذا ابتدأ المشركون بالقتال. وهذا القول الثاني هو القول هو ارجح القولين في معنى الايه، ان الايه هنا ليست منسوخه، وان ما ذكروه من الناسخ هذا من قبل الايه التي ذكروها عامه، وهذه خاصه، والعام لا ينسخ الخاص، وانما الخاص يخصص العام، فورود العام بعد الخاص لا ينسخ الخاص. ولذلك جرت مناظرة لطيفة ذكر المؤلف عندك بين أحد القضاة وبين الذي يناظر، وهذا مذهب أبي حنيفة أن الآية ليست منسوخة، وأنه لا يشرع القتال في الحرم إلا إذا ابتدأ المشركون بالقتال، في حينئذ يشرع القتال. جرت مناظرة لطيفة بين يعني أحد القضاة الذي كان ينظر، وهذا قول مالك والشافعي. والقول الثاني أن الآية محكمة هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، هو قول الصحيح في الآية. جرت مناظرة، وكان هذا هو يعني لب المناظرة، لما اعترض عليه القاضي الشافعي بأن بالآية التي وردت: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فرد عليه القاضي الآخر العالم وكان على مذهب أبي حنيفة، فقال: هذه عامة، هذا لا يليق بمنصب القاضي، هذه عامة وهذا خاص، والعام لا ينسخ، والعام لا ينسخ الخاص. نعم. وهذا هو الصحيح في معنى الآية، أنه لا يشرع القتال عند المسجد الحرام إلا إذا ابتدأ المشركون بالقتال فيه. ولذلك السنة أيضا تدل على هذا المعنى، من شواهد السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل لي إلا ساعة من نهار، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ثم عادت حرمته إلى يوم القيامة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ولم يأذن لكم، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فهذا الحديث دل على إيه؟ دل على أنه لا يشرع القتال عند الحرم إلا إذا ابتدأ المشركون بالقتال فيه. وأيضا من شواهد السنة ما حين صد المشركون النبي صلوات الله وسلامه على البيت في الحديبية، وبلغه مقتل عثمان، أخذ النبي صلوات الله وسلامه على البيعة، بيع الصحابة تحت الشجرة، وهي البيعة التي أثنى الله عز وجل عليها ثناء عطرا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا. نعم. وكانوا 1400، ولكن لما بلغوا أن عثمان لم يقتل كف النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى الأصل وجنح إلى المسالمة والمصالحة، لكن في الأول أخذ البيعة على قتال ولا لا؟ أخذ البيعة على قتال. أيضا من الشواهد أيضا التي تدل على ذلك، يعني من الشواهد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا أهل حنين، لما غزا هوازن وهزمهم في حنين، فتحصن فلهم بالطائف فحاصرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكان هذا في ذي القعدة في الشهر الحرام، واستمر الحصار 40 يوما. على كل حال، إذا الآية هنا ليست إيه؟ ولذلك قال الله جل وعلا أيضا مبينا هذا المعنى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ولهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. بعد قول الله جل وعلا: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هنا هذه قصة الحديبية،
فلما كف الله ايديهم كف النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لكن في البدايه لما حس بمقتل عثمان اخذ البيعه على ايه؟ على قتال. اذا هذه ولا شواهد السنه على ان الايه هنا محكمه وليست منسوخه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوهم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فان انتهوا يعني انتهوا عن قتالكم وتابوا وانابوا فان الله غفور رحيم، انه ليس عليهم شيء حتى لو كانوا قتلوا من المسلمين في الحرام ما قتلوا. فالشرك اعظم جرما من القتل، ومع ذلك التوبه تجب ما قبلها. اذا قال جل فان انتهوا يعني انتهوا عن قتالكم وتابوا وانابوا فان الله غفور رحيم. حتى لو قتلوا من قتلوا في الحرام من المسلمين ليس عليهم شيء، يعني التوبه تجب ما قبلها. وهذا في حث الكفار على الدخول في الاسلام، ولذلك وسم الله عز وجل لك بهذا تشريع عظيم، كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، وعاد الامر هنا مبينا لمقاصد القتال. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، والفتنه في قول جمهور المفسرين بمعنى شرك، كما قال جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. لولا ان الله يدفع اهل الكفر باهل الايمان بالقتال، نعم، لولا هذه السنه المدافعه، نعم، لعلى الكفر في الارض، ولهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، ويكون الدين لله أي ويكون دين الله ظاهرا على جميع الأديان، وأن تكون كلمة الله ظاهرة على كلمة غيره سبحانه وتعالى، نعم، ويكون الدين لله. فإن انتهوا عن قتالكم وعن التعرض لكم فلا عدوان إلا على الظالمين. فلا عدوان إلا على الظالمين أي طيب، يعني لا يشرع لكم ان انتهوا عن قتالهم، لان الكلام هنا عند ايه؟ الكلام هنا عند ايضا عند الحرم، نعم، ويكون الدين لله. فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. فلا عدوان الا على الظالمين يعني لا يشرع لكم الاعتداء عليهم. لماذا؟ لانه حين كف يعني عن قتالكم، نعم، فارتفع عنه ظلمه، فحينئذ لا يشرع الاعتداء عليه لأنه كف ظلمه عنكم. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. طيب كيف أطلق هنا العدوان؟ معنى العدوان من الاعتداء، هذا من باب المشاكلة في اللفظ، لأن القتل هنا كان كما قال جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مع ان الاعتداء مذموم، لكن هذا من باب المشاكلة في اللفظ الذي يعني الاتفاق في اللفظ والاختلاف في المعنى. فلما كان الاعتداء بسبب اعتداءهم على المسلمين فأطلق عليه هنا اعتداء، وهذا له شواهد من كلام العرب، ظلمني فظلمته، معناه ظلمني فظلمته معناه يعني رددت ظلمه عليه. يبقى هذا من باب المشاكلة في اللفظ، والمشاكلة في اللفظ آيات عديدة جاءت على المشاكلة في اللفظ مع الاختلاف في المعنى، نعم، ومنه قوله تعالى ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس الكيد كالكيد، لكن هذا من باب المشاكلة في اللفظ مع الاختلاف في المعنى، نعم، فيسخرون منهم سخر الله منهم. يبقى هذا ايضا اذا باب المشاكله في اللفظ اللي هو الاتفاق في اللفظ لكن الاختلاف في المعنى، ايات كثيره جاءت على هذا المعنى في كتاب الله جل وعلا. فلا عدوان الا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، اي كما حرم الله عز وجل القتال عند المسجد الحرام حرم كذلك القتال في الشهر الحرام، الا اذا اعتدى الكفار على المسلمين في الشهر الحرام فحينئذ شرع لهم القصاص منهم. لذا قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، والحرمات هنا جمع حرمة، والحرمة هي كل ما نهى الله عز وجل عن انتهاكه وأمر بتعظيمه، نعم، فالبلد الحرام حرمة والشهر الحرام حرمة،
نعم. فلذلك قال والحرمات قصاص. ومعنى والحرمات قصاص يعني متى فعل متى اعتدى الكفار على حرمة من حرماتكم شرع لكم أن تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لذا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كل هذا يبث الله عز وجل حتى يكون للمسلمين قوة وأنفة وألا يعني يركنون إلى المسكنة مع عدوهم، بل الاعتداء يقابل الاعتداء حتى لو كان في الشهر الحرام يكون اعتداء عليهم في الشهر الحرام. وهذا ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقدوا الإمام أحمد بسند رحمه الله تعالى بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا هنا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصص. ولذلك لما خرج النبي صلى الله وسلامه عليه في الحديبية أيضا وكان في شهر ذي قعدة ولا لا كان في شهر ذي القعدة نعم، فحين صده المشركون عن البيت تأهب النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم تأهب النبي صلى الله وسلامه عليه لقتالهم نعم، وكان هذا أيضا في ذي القعدة وكانت عمرة القضاء فيه في ذي القعدة، فكأن الله جل وعلا كما قال قتادة فأقصه الله منهم كما منعوه في شهر ذي القعدة كان ذي القعدة كانت عمرة القضاء في شهر ذي القعدة أيضا لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حاصر هوازن في حنين لما هزمهم في حنين فتحصن فلهم بالطائف فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا في ذي القعدة كان قبل ذي القعدة لكن الحصار استمر 40 يوما فدخل شهر ذو القعدة والنبي صلى الله عليه وسلم يحاصرهم بالمنجنيق. وهذا كله ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآيات. فدخل عليه شهر ذو القعدة وهو محاصر لهم حتى اكتمل الحصار 40 يوما والحديث مروي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، لكن لما كسر قتاله في أصحابه رجع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يفتح الحصن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم حاصره بالطائف. إذن قوله تعالى الشهر الحرام الشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص يعني شرع القصاص دفعا لكافر، فلو اعتدى على حرمة من حرمته سواء اعتدى علينا في المسجد الحرام فيدفع أو اعتدى في شهر الحرام فيقاتل، مع أن الأصل هو عدم القتال في الشهر الحرام إلا إذا قاتل الكفار في المسلمين حينئذ شرع المسلمين القتال، لقوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وذكرنا هنا بأن الاعتداء هنا المقصود به هو معاقبتهم على قتالهم للمسلمين، وهذا من باب المشاكلة في اللفظ يعني الاتفاق في اللفظ مع اختلاف المعنى. هذا ليس اعتداء وإنما هو رد لهذا الاعتداء ودفعا لصيالهم على المسلمين ودفع لأذاهم، لكن هذا من باب المشاكلة في اللفظ. وذكرنا بأن هذا مستعمل في كتاب الله جل وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهي ليست سيئة ولأن رد الاعتداء ليس سيئة وإنما الإثم على البادئ. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واتقوا الله في جميع أموركم ومنها هذه في حفظ العهود وحفظ المواثيق، وألا يكون منكم يعني اعتداء في غير موطنه. لذا قال جل واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وهذه معية خاصة تشمل الرعاية والسداد والتوفيق والهداية والنص والرعاية. نعم كما قال جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى. نعم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولما أمر الله عز وجل بالقتال بالنفس سن بالقتال بالمال، فهذا الجهاد بالمال. ولو تأملنا جميع آيات القتال التي وردت في القرآن حين يجتمع القتال بالنفس مع المال فيقدم المال على النفس، كل الآيات جل الآيات
تسعة مواضع من كتاب الله جل وعلا يقدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا موضع واحد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لأن هنا كان المقصود هنا هو بيع النفس فقدم هنا. لكن في جميع مواطن: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أن تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نعم. مما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فكل المواطن يقدم في، لماذا؟ لأن الجهاد بالنفس، إنسان يجهد بنفسه فقط، لكن الجهاد بالمال يجهز. وذلك عثمان رضي الله عنه لما جاء في غزوة العسرة جهز جيش العسرة ب800 بعير علي أقطابها وأحلاسها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. إذا قال: وأنفقوا في سبيل الله، أو في سبيل الله في خصوص الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة مصدر كالهلاك والهلك. نعم. ويعني هذا من شواهد القرآن على استعمال المصادر على وزن تهلكة بمعنى تفعلة. نعم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والتهلكة هنا بمعنى الامتناع عن الإنفاق والامتناع عن القتال والقعود عن القتال في سبيل الله. ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى روى في تفسير هذه الآية عن أسلم أبي عمران قال: كنا بالقسطنطينية في قتال القسطنطينية، فخرج كنا في قسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجهني وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد، قال: فخرج لنا صف من الروم عظيم فصففنا له، فخرج رجل من المسلمين فحمل على صف الروم حتى دخل فيه واحد وحده، دخل عليهم بمفرده فشق صف الروم حتى دخل فيهم، فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار. نعم. لما نصر الله عز وجل نبيه وكثر أهل الإسلام، تكلم بعضنا إلى بعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: لو رجعنا إلى أهلنا وأموالنا فأصلحنا الأموال والضيعات، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فكانت التهلكة، فكان إقامتنا في الأهل والأولاد والضيعات هي التهلكة، وقعودنا عن الجهاد هي التهلكة. فكانت الإقامة في الأهل وإصلاح الأموال دون الجهاد هي التهلكة. ولذلك لم يزل أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه غازيا في سبيل الله حتى دفن تحت أسوار القسطنطينية رضي الله عنه. قبر أبي أيوب الأنصاري ومسجد أبي هناك في عند 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 أسوار القسطنطينية في إسطنبول إلى اليوم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فدل على أن النفقة في سبيل الله من الإحسان، إذا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا هو معنى الآيات، وذكرنا كذلك ما فيها من لطائف وما فيها من قراءات. بقي بعض الأحكام الشرعية التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى: متى فرض الجهاد على المسلمين؟ طبعا لا يختلف العلماء كما ذكر المؤلف عندك أن القتال لم يشرع بمكة، وذكرنا الشواهد على ذلك، وإنما شويع بالمدينة. نعم. ولماذا لم يأذن الله جل وعلا بالقتال في مكة وأذن به في المدينة؟ الحكم من أنه لم يكن بالمسلمين قوة ولا شوكة، فكان في هذا يعني فكانت في تشريع القتال إضعافا لهم ويعني محقا لهم. نعم. ومنها كذلك تعويد المسلمين على الانضباط بضوابط الشرع والصبر. أصلا العربي العرب كانت عندهم قوة شكيمة
وأنهم لا يرضون بالضيم، ومتى يعني استفزوا في القتال مباشرة خرجوا القتال، فعلمهم الله عز وجل الأناة والتصبر والانضباط لأوامر الشرع، ولذلك لم يأمرهم مكرك أمرهم بعد ذلك في المدينة حين كانت لهم دولة وحين كانت لهم قوة. ومنها كذلك أنه لو شيع قتال كان البيت فيه بقى مسلم، كان المسلمون قلة وكان الكفار كثرة، وكان كل بيت فيها كذا وفيها كذا، فكان يؤدي ذلك إلى 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 إضعاف شوكة الإسلام وسيطرة وتسلط الكفار على المسلمين. لذلك لم يشرع القتال بمكة وإنما فرض على المسلمين بالمدينة. والعلماء هنا يتكلمون في أول جزء شرع فيها القتال، وأرجح الأقوال في ذلك قول الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله، فأذن الله عز وجل لهم بالقتال بعد أن كان القتال ممنوعا فعلا عليهم في مكة، وعلمنا الحكمة في ذلك. وهذا يأخذنا الحكم الثاني، أما هي أول آيات التي في تشريع القتال وذكرناها. منهم من يقول هذه الآية: قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم. والقول الثاني وهو الأرجح أن هي آية سورة الحج. طب سورة الحج سورة مدنية؟ لا، فيها المكي وفيها المدني. نعم، هذان خصمان اقتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وهذه نزلت في الجمعان يوم بدر، جمع الكفار وجمع المؤمنين. نعم، فنزلت في ذلك. فإذن السورة فيها هذا وفيها المكي وفيها المدني. الحكم الثالث: هل يباح القتال في الحرم؟ وذكرنا هذه الآية في التفسير: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. نعم، فدل على أنه القتال لا يشرع عند الحرم، وذكرنا الاختلاف العلماء في ذلك. القولان ذكرنا القولين: هل هي منسوخة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أم أنها محكمة؟ والقول الصحيح أنها محكمة، وأنه متى أنه لا يشرع القتال في الحرم إلا إذا قاتل المشركون المسلمين في ذلك. والحكم الرابع: من مراد بالعدوان في الآية الكريمة: ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. وذكرنا بأن هذا من باب المشاكلة في اللفظ، وصور الاعتداء ذكرناها في ذلك. هذه هي يعني خلاصة الأحكام التي وردت في الآية، لكن بقي لنا أن الآية تحث المؤمنين حسنا على القتال وعلى الاعتداء، وأن يعني كما قال أن القتال هو له حكم عظيمة، ومن يعني من أعظم حكم الإسلام هو الزود عن حياض الإسلام والزود عن حياض الدين، وأنه متى ترك المسلمون هذه الفريضة صاروا أذل الناس كما هو حال المسلمين الآن. كما قال كما ثبت عند الإمام أحمد في مسنده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع منكم حتى تراجعوا دينكم. فهذا هو الذل الآن. وطبعا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، فهذه الحكمة العظيمة، وهذه من تربية القرآن للمؤمنين، تربيتهم على كما رباهم على المحامد وعلى المعالي وعلى المكارم، يربيهم على الشجاعة وعلى الجسارة وعلى ألا يقبلوا بالضيم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذا تربية لهم على قوة الشكيمة وعلى الأنفة وعدم الرضا بالذل والمسكنة. فهذا كله لا يرضاه الله عز وجل، هذا كله لا يرضاه الله عز وجل، كما حرم كذلك الفرار في قتال الكفار، كذلك لا يرضى الله عز وجل بذل المؤمن أو مسكنتهم أمام أعدائهم. نعم، طبعا الشاعر يقول من كلام العرب، من أشعار العرب: من لم يزد عن حرضه بسلاحه يهدم يهدم يهدمي، ومن لا يظلم الناس يظلمي. ومن لم يزد عن حرضه بسلاحه يهدم، ومن لم يزد عن حرضه بسلاحه يهدم، ومن لم يظلم الناس يظلم. إذن هنا هذا يدل على
وهذا المعنى أخذه الشاعر من قوله يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.